البنك الأهلي يطرح شهادة ادخار جديدة يصل عائدها ل 13,000 جنيه شهريا، فما قيمة شراء هذه الشهادة ومميزاتها أيضا؟ كيف يحصل العميل على هذا العائد؟ كل التفاصيل نستعرضها لحضراتكم من خلال هذه التغطية. بالفعل يبحث عدد كبير من المواطنين عن أفضل الشهادات الادخارية التي تعمل على إعطائهم الكثير من الفوائد والمبالغ المالية الكبيرة، حيث تمثل شهادات الادخار الطريقة الأسهل لتحقيق عائد مادي كبير ومضمون. لذلك تحرص البنوك على تقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار لتلبي بالفعل احتياجات عدد كبير جدا من عملائها. في هذا الصدد أو في هذا السياق يقدم البنك الأهلي المصري شهادة ادخار بعائد 13,000 جنيه شهريا، وهي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري، ويمكن للعميل من خلالها تحقيق دخل شهري يصل ل 13,000 جنيه في حالة ربط الشهادة بمبلغ 600,000 جنيه. أيضا إذا استثمر العميل مبلغ 600,000 جنيه في الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من البنك الأهلي أو من البنك الأهلي المصري، يكون أمامه فرصة للحصول على دخل شهري كبير ويصل إلى 13,000 جنيه. أما عن مميزات الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، فمدتها تصل لثلاث سنوات الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه ومضاعفتها، وسعر عائدها يكون 26% في السنة الأولى و 22% في السنة الثانية، 18% في السنة الثالثة، ودورية صرف العائد تكون شهرية أو شهري أو ربع سنوي أو سنوي. أيضا إذا أراد الشخص التقديم على شهادة البنك الأهلي فعليه الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك وإنشاء حساب جديد للمتقدم إن لم يكن لديه حساب مسبق، ثم بعدها يجب النقر على تسجيل الدخول، ولابد من أو على المتقدم أن يقوم بالنقر على تبويب خدمة استخراج شهادات استثمار، وفي الخطوة الرابعة يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة، ثم في الخطوة الخامسة يجب القيام باختيار نوع الشهادة التي يرغب المتقدم في شرائها. كان بالفعل لقد طرح بنك ناصر الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة شهادة ادخار يصل العائد الشهري لها إلى أكثر من 9,000 جنيه، وشهدت أقبالا متزايدا من العملاء على شرائها. وبالفعل قال مصدر مسؤول ببنك ناصر خلال تصريحات له إن البنك يحرص على تقديم باقة متنوعة من الشهادات الادخارية والتي تلائم احتياجات مختلف العملاء، خاصة مع خطته للفترة المقبلة للتوسع في استقطاب عملاء جدد. وأشار أيضا إلى أن الشهادة الادخارية التي توفر عائدا شهريا أكثر من 9,000 جنيه شهدت إقبالا متزايدا بمختلف الفروع. أيضا أوضح أن قيمة شراء هذه الشهادة للحصول على هذا الربح الشهري هو 500,000 جنيه، ويكون العائد الشهري 22% لمدة 3 سنوات. أكد أيضا أنه تم التنبيه على جميع الفروع بضرورة توفير جميع التيسيرات للمواطنين وتوضيح مزايا الشهادة. أما عن كيفية الحصول على مبلغ 9,000 جنيه شهريا، قال إنه عند شراء شهادة ادخارية بقيمة 500,000 جنيه يتم ضرب القيمة في الفائدة الشهرية للشهادة وهي 22%، ثم قسمة الناتج على 12 شهر، ويكون الناتج النهائي تحديدا 9,000 جنيه و 166 جنيه. أيضا أعلن أيضا بنك ناصر عن شهادة ادخار أخرى تمنح عائد شهري بنسبة 22% وتكون باستثمار مبلغ 400,000 جنيه، وسوف يحصل العميل على عائد شهري يتجاوز 7,000 جنيه، وذلك يجعلها خيارا استثماريا جذابا للغاية. أيضا أوضحت بعض المصادر كيفية تحقيق هذا العائد الشهري من شهادة بنك ناصر الادخارية، وذلك عند الاستثمار في شهادة الادخار بقيمة 400,000 جنيه، ويتم حساب العائد السنوي بضرب هذا المبلغ في نسبة 22% مما ينتج عنه 88,000 جنيه سنويا، وبقسمة هذا المبلغ على عدة أشهر أو عدد أشهر السنة وهو 12 شهر يحصل على عائد شهري قدره 7,333 جنيه.
أيضا قام بنك ناصر الاجتماعي بتفعيل خطة تنسيقية شاملة مع جميع فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وعن شهادات الادخار الأخرى التي تم الإعلان عنها ذات العائد المرتفع، فيقدم بنك البركة شهادة ادخارية مدتها 6 أو 3 سنوات بعائد حوالي 22% على دفعات شهرية، والحد الأدنى للشراء دفعات شهرية عفوا والحد الأدنى للشراء يبلغ حوالي 1000 جنيه مصري. وأيضا قدم بنك مصر شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات وفي السنة الأولى بعائد حوالي 30%، أما في خلال السنة الثانية يكون العائد 25%، في السنة الثالثة 20%، ويصل الحد الأدنى لشرائها لحوالي 1000 جنيه مصري. أخيرا قدم بنك طلعت حرب شهادة ادخارية لمدة 12 شهر بعائد ثابت طوال الشهادة، ويصل الحد الأدنى للشراء أو لشراء الشهادة لحوالي 1000 جنيه مصري. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية. لمزيد من الأخبار والمتابعات تابعونا على موقع صدى البلد. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.